طب والله العظيم عجبتوني، هم بتوع العكبوره دول عندهم حاجه في دماغهم، انا قلت دول عيالي طالعين يندبوني مش بالحب عشان مفيش كلبه شايفاهم ويتصاطوا على حسي، وقلت ماشي، لكن تطلع تندب ابوك مش بالاحترام ده بقى اللي مش ماشي، لان من امتى كام سنه كنت انت واخدني قدوه ليك وامك كانت بتاكلك بوتي فور واحمد علي كان على الاكسبلور. حطيله مع الطير من دماغي.